الصفقة راح تصير، يعني هاي ما في مجال إلا غير تصير الصفقة وروح الأسرى. المرة هاي إحنا مش متخوفين بالمرة بصراحة، يعني أنا أكون صريحة معك، في الصفقات السابقة لا أنا كنت أكون متخوفة. تزوجنا أنا وعاهد بال97، عندنا ولدين قيس وريتا. ما قيس كان عمره سنتين، عاهد كان مطارد، فعاهد كان لما بيجي عندنا على البيت او احنا بنروح عند عاهد وين هو بكون، كان قيس بشوف ابوه كل يوم شكل، مره بشوفه بشنبات، مره بشوفه بلحيه، مره بدون لحيه، مره حتى طريقه اللبس، يعني انماط اللبس كان في كل مره شكل. يعني عمليا قيس عاش معه 3 سنوات، ريتا ما عاشت معه ولا يوم، لان ريتا لما هو اعتقلوه انا كنت حامل لسه شهرين في ريتا. فريتا بس عرفت أبوها من خلال الزيارات في سجن أريحة ومن بعدها في سجون الاحتلال، بس إن ما عاشت معاه في البيت، في بيتنا يعني ولا يوم. من ال67 لحد الآن بجوز أسوأ فترة بمر فيها فترة السجون هي هاي الفترة. كثير صعب إن أنت تسمعي خبر استشهاد أسير، وإذا بتلاحظي بالفترة الأخيرة بيتم إعلان استشهاد أسير ما بنحكى مين هو فقط، يعني ممكن يحكوا إن عمره 20 سنة، عمره 36 سنة، أو يحكوا إن هو من منطقة نابلس، من منطقة رام الله. فهذا الإشي بخلينا كلياتنا متوترين على أعصابنا. لما أي أسير بيستشهد بيتم قمع السجن كامل، او ممكن اكثر من سجن يتم قمعهم. بيحكوا لي الاسرى اللي بيطلعوا ان عاهد كثير ضعفان، هالنتيجة حرمانهم من المواد الغذائيه اللي متوفره، حتى الكانتين اللي كانوا هم بيشتروه على حسابهم، احنا كنا بندفع مصاري، منعوا الكانتين وسكروا الكانتين. حاليا بس الاسرى بيعتمدوا على الاكل اللي بتوزعه الاداره، وهو اكل سيء جدا جدا، يعني الاكل عن إن قليل جدا. منعوا عنهم الأكل، منعوا عنهم المية، ملابسهم أخذوها، منعوا الزيارات، منعوا المكالمات. يعني عاهد أمه إلها شهر متوفية لحد الآن، يعني من شهر ما قدر المحامي يروح يزور عاهد علشان يخبره ويطمن عليه ويشوف كيف أوضاعه وكيف نفسيته. المرة هاي يعني احنا الحمد لله يعني مطمنين جدا انه راح تصير الصفقة. يعني هو في عدد كبير، يعني يمكن فوق 60 عسكري موجودين في غزة، هذا كفيل انه يبيض السجون الإسرائيلية وما يضل ولا أسير داخل السجون.